شكرا يا ابي. هذا منو هذا؟ تحية طيبة للحضور جميعا واهلا وسهلا بكم. صراحة ما ادري اليوم كأنه انا اول مرة اعتلي المسرح يعني. الستاند اب كوميدي قالوا لي لازم تجي تتكلم عن ستاند اب كوميدي شلون بديت بيه بالعراق على اعتبار انه هو فن غربي بحت نقله ببعض الدول لكن بالعراق ما دخل نهائيا. فليش اختاريته هو تحديدا؟ وشو اللي سويت حتى ممكن انه تنطيه بعد على الارض العراقيه؟ بصراحه انا اجتهدت وتعبت وسهرت وواصلت الليل بالنهار وجبته مثل ما هو، ما سويت شيء يعني. ما يراد له شيء يعني. فلا فعلا الستاند اب كوميدي ليش اختاريته انه اشتغل على اساسه في العراق؟ هو فن بالخارج للاسف مستخدمينه خطا. مستخدمينه حتى يتكلمون عن احلامهم الورديه، عن حياتهم البنفسجيه، عن يومياتهم البيضاء. بعد ما خليته على وضع العراق الاسود شفت انه قاعد وزن. فبدينا بهذا الفن الصراحه لانه هو الفن الوحيد اللي انتبهوا لي شوي على تعريف الفن الستاند اب كوميدي. هو الفن اللي ممكن يضحكك من خلال انه يراويك الواقع كما هو لكن من زاويه ثانيه. لا يحشش. انا اكره اللي يقول لي والله حشاش، لا انا مو حشاش. ابدا ما يحشش، هو فقط يجيب الواقع مثل ما هو لكن يراويك اياه من زاويه ثانيه. هذه الصوره طبعا بالمناسبه هذا القميص اللي انا لابسه هو مو نفسه هذا يعني. حتى تخلون ببالكم. هذا شوفوا دققوا باللون راح تلقونه يختلف. هذا أول عرض إلي سويته، سويته بالجامعة يوم 1/4/2015، كان بمساعدة المركز الثقافي الجامعي، رئيس الأستاذ علي لفتة. نوجه له تحية. بصراحة زين رب العالمين خلاني قدام هالشكل شخص لأنه يعرف شنو معنى ستاند أب كوميدي، لأنه أكو ناس لحد الآن يسميه ستاند باي كوميدي، احس بروحي مولده مو بشر. واكو ناس تسميه استاد ابو كوميدي، ما ادري منين جايبينه يعني. فالصراحه بدينا بي. شايفين هاي الصوره؟ ها صندوق سيارتي. هاي عربانه بنتي ريمه فوق. شايفين هاي الجوه البيضة؟ هذا اول اعلان لستاند اب كوميدي كان سنه 2015، محتفظ به هسه. اولا اعتزازا بي، وثاني اذا دخلت البيت ممكن زوجتي تذبه الزباله. فحتى احتفظ به خليته بصندوق السياره، يعيش وياها ويموت وياها وينباع وياها يمكن يعني. ف هذا يمكن المقطع اكثركم شايفينه، هذا لربما في يومها كتبت عنه الصحافه الغربيه بانه اليوم تم تجاوز الخطوط الحمراء في العراق في هذا العرض. لانه تكلمنا فيه فعلا عن تقليد شخصيات سياسيه، كان سابقا لربما من الصعب انه واحد يقدر انه يتناولهم على المسرح وبالمسميات. لكن الستاند اب كوميدي هذه طبيعته. مثل ما قلت لكم بالبدايه انت ما راح تحشش، انت تتكلم على الواقع كما هو، فالواقع يتطلب منك مسميات، ما ممكن تهرب من المسميات. فلذلك قلدناهم. بيومها ذكر انا عندما نشرته ورا يمكن دقيقتين باوعت لقيته محصل 4 مشاهدات، كان زميلي بدر السليطي وياي وهو اللي نشره. فقلت هو الظاهر ما راح ينجح يعني. وحللتها بوقتها انه من هذول الاربعه اللي شافوه؟ فقلت له بسيطه، انا وانت وزوجتي وصاحبتك اللي هو ما متزوجوها. فاكيد اربعه يعني. يا ريت لو صار 12 باعتبار انه صاحباتك اكثر يعني. فبصراحه يأست ونمت بيومها. قعدت لقيت انه منشور في بعض البيجات وجايب ورا ساعه واحده اكثر من 1,000,000 مشاهده. الناس حبت الجرأة اللي بيه ربما، وبنفس الوقت حبوا لربما التقليد على اعتبار انه هذا ايضا واحدة من الشغلات اللي دخلتها على فن الستاند اب كوميدي. التقليد عندنا بالعراق هواي ناس يقلدون الصوت، لكن اللي احاول اشتغل عليه انه انت تقلد الصوت والهيئة والشخصية. هذا اهم شيء احنا جايين نشتغل عليه. فبالتالي في هذا العرض بيومها، طبعا هاي صورة بالجامعة ما لكم علاقة بيها، واتحداكم اذا تطلعوني وين. لانه انا جماعتي يلا قالوا لي انا وين. شوفوا هي هذا الستاند اب كوميدي. انا اخذت روحيه الستاند اب كوميدي ودخلتها بالبرامج. الستاند اب كوميدي هو مسرح، لكن هذه نوعيه الكلام
نوعية الجرأة دخلتها على البرامج بحيث طلعنا بقضية بهذه الجرأة. فن الستاند اب كوميدي هواي قالوا لي يا ريت لو تسوي لنا شوية عرض ستاند اب كوميدي. بس أنا راح أسوي لكم بعض القضايا. شوفوا هذا هنا أيضا اللي صار، هذا الماكير اللي جاي يصير، هذا ياخذ من عندنا ساعات الصراحة. مثلا هذا أخذ من عندنا ساعتين ونص، يستاهل مو؟ هذا أخذ من عندنا 3 ساعات. هذه ظهر فن الستاند اب كوميدي هو فن المواكبة أيضا. هذه لما ظهرت هواية عندنا ما يسمى بتوج الروس، فبالتالي حاولنا أنه نطلع تاج رأس أيضا معلب. أيضا عندنا هنا بعض الشخصيات، وأيضا أكو قضية حاب أنه أتكلم بها. الستاند اب كوميدي هو فن يراويك الشغلات اللي ممكن أنه تمر قدامك دون ما أنت تكون منتبه لها، أوكي؟ فمثلاً قد ما تعطل غسالتك مثلاً وتوديها للسوق حتى تصلحها، راح تلقى أكو 2 مصلحين ممكن، واحد مسيحي وواحد مسلم. أكو شغلة بداخلك راح تقلك أنه المصلح المسيحي يصلحها بأمانة أكثر. هي الشغلة منين جتنا الله أعلم، بس هي موجودة. منين أجت؟ الظاهر هو هذا الإيمان بالأقليات. كنا نريد أن نحارب الإرهاب من خلال هذه الصورة، على اعتبار أنه هناك خطبة هي اللي تم من خلالها احتلال بعض جزء من العراق، لكن إحنا حبينا أنه نعيد نفس الخطبة، لكن عند ما يكون هذا الشخص منكسر ومهزوم. فبالتالي شوية واجهنا ربما مشاكل بالتنفيذ، لكن بعدين الحمد لله يعني تجاوزناها. طيب اللي حاب أقوله، شايفت النوبات مثلا من تروح إلى السوق وتقول له بيش هذا القميص، ويقول لك والله ب25,000، تقول نزلي شوية، يقول لك والله العظيم علي ب23. بعد الدهرة تأخذ ب20,000، سبحان الله. يعني تخيل هذا الشخص يداوم من الصبح لليل ويدفع إيجار، لا ويدفع 3,000 من جيبه على مود حضرتك تلبس. شوف القناعة اللي أنتم ما مقدرينها. أكو نزاهة بالقضية. وعلى ذكر النزاهة، عندنا بالعراق كثير من البنات النزيهات سبحان الله. بعد ما تشوف واحدة وتعجبك وتروح تخطب، إنه هي لمن عجبتك ما كانت حاطة مكياج، لا هي تقريبا مدينة وجهها. شايفين من الدخلون الصناعية أحياناً وعندك مشكلة مثلاً بسيارتك، فتقرأ اللوحات، أكو بعضهم يحاول أنه يجذبك من خلال أنه يسمي اسم محله اسمه زائد الجزء اللي صلح من السيارة. بعد ما تعبر تلقى مثلاً أسماء المحلات: أحمد فيت بوم، محمد بخاخ، أسعد تبريد. ليش؟ حتى أول ما تشوفه تقول بويا هذا من قد ما يفتهم جماعة بالصناعية مسمينه أسعد تبريد. ومن تدخل يمه تلقى ومن تدخل يمه تلقاه يفتهم بالتبريد بالضبط بقد ما عبد الله بالخير يفتهم بالغناء. لاحظتوا هذه اللي تكلمت بيها؟ هذه كلكم انتم شايفيها، لكن ما حد منتبه لها. هذا هو فن الستاند اب كوميدي. فن الستاند اب كوميدي هو مو تجيب واحد تقول راسك كان قوري ورجليك كان ما اعرف ايش، لا مو هالشكل. الستاند اب كوميدي انه يجيب لك حقائق بحيث اللي ضحكك انه تقول اي والله صدق. هو هذا الفن. وهذه هنا صعوبته، ويمكن احنا لانه اشتغلناه شويه بصعوبه اكبر بالعراق، على اعتبار انه تناولنا قضايا سياسيه وتناولنا قضايا يعني اجتماعيه جريئه، فبالتالي انضافت علينا مهمه انه انت شلون ممكن تتكلم بجراه بس بنفس الوقت تحافظ على روحك، يعني شهادة لله. فلذلك شلون ممكن ان تكتب كلام جريء وصادم بس مو جارح ولا مسيء؟ القضيه بالضبط تشبه مثل انه انت تلعب بالعبوه بدون ما تطق بوجهك. تشبه بالضبط من تكتب مثلا واتساب لصاحبتك وزوجتك قاعده يمك وما تحس بيك وجاي تسوق السياره. تعرفون شلون تسوون هاي الحاله؟ اكتب لصاحبتك عادي يقولها ولا يجوز من سوالفه، فعبالها صديقك عادي. هل حكي زوجتي قاعده؟ فلذلك الستاند اب كوميدي هو ممكن انه يراويك قضايا ببيتك موجوده انت ما منتبه عليها، يعني مثل قضيه انه اكو جماعه جاي يشيروا لي على قضيه البنات، لا ممكن اقصف البنات خلاص، بعد اذا تريدون اقصف الولد ما عندي مشكله يعني.
أقصف الولد لو ما حاجة يعني. عموما هي كسر بجمع، البنات خداعات والولد كذابين يعني. صفقة حارة من ست في. أوكي. عموما هي أنه خلوني أقول لكم بالضبط 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 شنو هي الجملة اللي خلتني أفكر بشيء اسمه ستاند أب كوميدي، وهي بديت بيها أول عرض بالجامعة سويته. بديت بيها لأن هي أول شيء قفز ببالي، قلت هذه تقال مو بتلفزيون ولا بإذاعة، هذه تقال على مسرح. فيوم الأيام بنت أخوي كانت صغيرة وكانت ما تروح الروضة، يوم تروح يومين ما تروح وإلى آخره. فقلنا لها يابا لازم تروحين، لازم تهتمين بالروضة. فقالت ليش عمو؟ ليش؟ فقلنا لها يابا لأنه أنت إذا هذا منه؟ لأنه أنت إذا رحتي للروضة راح تحبين الروضة، ومعناها تحبين المدرسة، وإذا حبيتي المدرسة معناها راح يكون لك مستقبل بعدين. فقالت عمو لا تخاف علي، أنا عندي مستقبل، أنا بيضة. هي الظاهر سامعة من بيبيتها هاي والله لها مستقبل، سامعة من أبوها إنه هاي والله مستقبل، لأنه إحنا عندنا بالعراق الصراحة إنه البنية البيضة حلوة، العيونها خضر حلوة، حتى لو ملامحها تشبه ملامح يونس محمود بس حلوة، ماكو مشكلة. اعتبار إنه إحنا عندنا جفاف يعني بهاي القضية يعني. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا.